ونتابع حوارنا مع الأستاذ يعقوب عبد العزيز رشيد، المعلم والصحفي والسفير والشاعر والأديب، ولكن هذه المرة صائد النمور المفترسة والوعول المتوحشة والفيلة والغزلان في غابات الهند وأفريقيا. وللأستاذ يعقوب رشيد اهتمام في مغامرات الصيد، وألف كتابا شيقا بعنوان الصيد في أدغال الهند، وثق من خلاله تجربته ومشاهداته في هذه الهواية الوعرة التي مزج فيها بين الشاعرية والدبلوماسية وصيد الحيوانات المفترسة. ويتحدث لنا عن التخصص والتخطيط ودراسة طباع الحيوانات المتوحشة والمفترسة، ويستعيد لنا بذاكرة الشاعر الفوتوغرافية تجاربه في صيد البط البري والغزلان والوعول الكبيرة والنمور الهندية الضخمة والذكية والشرسة والخطرة، وكيف استطاع بمساعدة المختصين الهنود ومشاركة الأصدقاء الكويتيين من تحقيق النجاح في ممارسة هواية الصيد المحفوفة بالمخاطر والمغامرات في غابات الهند، ومنهم المغفور له الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، الذي ذكره عبر فصل كامل في كتابه الصيد في أدغال الهند تحت عنوان فهد الأحمد ورحلة الصيد. أما قمة التجربة والتشويق التي سنتعرف عليها من صائد الحيوانات في الأدغال الأستاذ يعقوب رشيد، فهي مغامرته في سبيل اصطياد الفيل المجنون في إحدى قرى غابات الهند. بعد هذا التطواف العبق حقيقة في سيرة والدكم المرحوم الشيخ عبد العزيز رشيد، يمكن نتحول تحول مغاير 180 درجة مثل ما يقولون 200 ونصل إلى يعني جانب من شخصيتك وهو جانب هواية مختلفة ومتميزة وغريبة إنجاز التعبير، وهي هواية الصيد. والصيد وين؟ في البراري وفي الغابات. لا شك يعني أنه هناك هواة للصيد، وهناك غرائبيات في الصيد، وهناك كتب وأفلام ومسلسلات وأفلام روائية في هذا الموضوع. نعم. حبذا أيضا لو جئنا إلى هذه الواحة قبل أن نكمل حوارنا الشيق في مسيرة حياتك، ونتحدث عن هواية الأستاذ يعقوب رشيد في الصيد، كيف بدأت؟ وين بدأت؟ ما هي تجاربك؟ وما هي الغرائبيات والعجيب إنجاز التعبير التي صادفت؟ أوكي يا أستاذ، على كل يسعدني جدا أن أتحدث بهذا الموضوع بالذات، لأني أيضا سبق أن أعطيت محاضرة لهذا الموضوع في رابط الأدباء عن كتابي الصيد في أدغال الهند. نعم. طبعا راح أعطيك إياه باختصار لأن ما أريد نزعج المشاهدين، بالعكس يستمتعون على قدر ما تستطيع في الجوانب يا سيدي. أنا ذهبت إلى الهند ولم أكن لم تكن عندي الخبرة الكافية لحمل البندقية، حتى مش قضية الصيد. فبعد ما قدمت أوراق اعتمادي في هناك، كان الإخوان الدبلوماسيين العرب يعني يأتون للسفير يستقبلوه قبل ما يقدم أوراق اعتمادي، يستقبلوه في المطار وكذا إلى آخره. فصار هناك بيني وبينهم ألفة. فعميد السلك الدبلوماسي كان السفير اللبناني، نعم، محمود حافظ. نعم. صار حديث بيني وبينه، قال لي ايش رايك انت، تحب الصيد؟ قلت له اي طبعا احب الصيد، وانا ما سبق ان جرى الصيد. يعني نوقف هني شيء شيق، انه الله يرحمه الشاعر ابو ريشه جاك وقال لك الشعر، وياتي السفير اللبناني ويقول لك الصيد. لطيف. نعم. في نفس الفترة. اي بنفس الفترة. تفضل. اوكي. قلت له اي احب الصيد. قال تطلع معي؟ قلت له وين؟ قال صيد البط. قلت له اي اطلع. الساعة كم؟ قال الساعة 4 الفجر تجيني ونطلع. عندي انا سيارة جيب. خلي سيارتك هنا ورجع.
اوكي. طلعت رحت الان في البدله مثل هذه، طلع في الساعه 4 الفجر وانا بدله وكرافته. قال يا اخي انت وين رايح؟ يا حل الاستقبال. نعم. قلت له بروح معك الصيد. كل واحد يروح الصيد بدله وبطلوا وكرافته. قلت له توني جاي ما عندي هدوم صيد ما عندي شيء، وعلى كل هاي البدله معلش يعني تروح. قال لي اوكي. الحين الموضوع مش موضوع البدله، الموضوع كيف انا استعمل البندقيه. ما اعرف البندقيه لاني بعرف ان في هناك ثنتين اللي كانت شقتين شقت في انبوزين سموها. اي طبعا اي. وفي الجديده ام خمس، زي هاي شلون استعملها؟ هاي والله ثنتين بسيطه تكسرها شيء وتحط الشقتين، لكن ام خمس شلون؟ الحين بحاول اني القى لي مخرج علشان ما يضحك علي. فعنده طبعا النوعين، اعطاني ام خمس، قال لي هذه وهي الفشك، حط الفشك فيها. قلت له اسمع انا هذه ام خمس ما استعملها، انا كنت استعمل ام ستين ولا ما عندي لا استعمل ام ستين، لكن اعرف انه تكسر الاسهل. هذه ام خمس ما سبق ان استعملتها، شلون؟ والله فهمني على. فاعطاني الفشك، رحنا وصلنا البحيره. قال انا راح اروح لك السوق انت تبقى هنا، لما تشوف النور طلع والبط بدا يطير ارمي. مع الفجر يعني؟ اي مع الفجر. قلت اوكي. حطيت خمس طلقات واعطاني زياده على احد. بعد شوي طلع النور، طلع سرب طويل عريض من البط. انا يعني مخيلتي اني اطلقت على الامام سرب طويل، فبدل ما طاحت اللي القداميه هذه البطه البطه القداميه راح طاحت الاخيره. شلون طاق ذي شلون طاحت هذه؟ انا ناسي قضيه سرعه الطيران كم وسرعه هاي البندقيه طبعاً او الشقه سرعتين اي لازم انت تعادل هذه بهذه علشان طبعاً تقدر تصيب. المهم طاحت واحده يسمونها نكته الكبيره هذه، سنس والاخ طاخطيخ طاخطيخ طاخطيخ، انا طاخطيخ واخلص الفشق بقت ما بقى شيء. المهم جاني قال لي ها، قلت له والله ست واحد سنة، يقول والله صياد، قلت له طبعا قلت لك انا صياد. اي باي تشانس يعني. نعم نعم. المهم من هذه بدات عندي الرغبه اني اطلع يوميا لصيد البط. بعد فتره رحت الى هونغ كونغ، جبت ملابس صيد، جبت بنادق، جبت كل شيء والفشل. فكان عند الجيب، قلت له اسمع تبيعني نصه او تبيعني اياه كله؟ قال لا ابيعك نص، على اساس انك في الوقت اللي انت بتطلع تاخذه. قلت انا بطلع او نطلع كلنا سوا. اوكي اعطيته نص المبلغ. المهم اخذت استعمل الجيب، البط حمام بط حمام بط حمام، الى ان وثقت بنفسي اشتد ساعدي. لكن ما رميت. نعم. المهم اردت اتحول الان من الفذر جيم يسمونه بالانجليزي اللي هو البط والحمام الى الغزلان. سالت قالوا ايه الغزلان هي موجوده ساعه من دلي يعني بالسياره، مش ذاك الشيء الصعب يعني. اوكي يعني حتى لو مثلا كان عندنا ريسبشن الساعه 7 ونص 8 9 تطلع 9 ساعة بالعشرة هناك، جولك جوله ساعه وترجع الساعه 12 انت نايم في بيتك. وكان قبل لا نكمل متاح قانونيا اي المنطقة لو ذاك الساعة ست يعني اوائل الستينات يعني 65 ما كان في حظر الحظر الموجود حاليا يعني خاصة بالنسبة للسفير الدبلوماسي ما وما كان في شيء يعني. فقمنا نطلع ونصيد نطلع ونصيد الغزلان غزلان وبلوبل يعني وعول وعول كبيرة هذه. نعم فنمت في نفسي
هذه الهواية. فليلة من الليال علشان نصيد هذا البلاك بكاج اللي فوق الأسود، لا مش الغزال، هذا الغزال اي قبل اروح حق النمل. نعم في كان دليل اسمه ساروبا، هو دليل المنطقة هناك. فوصلنا للرس هاوس، قلت حق مصطفى الله يرحمه، مصطفى نادلنا ساروبا، راحوا لجابوه ركب، قالوا ايش تبون؟ يعني كان احنا رايحين سوق السمك او سوق اللحم. طب وتخيل. طب وتخيل. قال تبون مثلا بلاك باك الغزال الاسود او الشيتا المنقط الابيض او البلوبل الثور الازرق او شو حاجه يعني داشين سوق اللحم. المهم قلنا لا خلينا نروح للثور الاسود هذا البلاك باك. كان معاي جوزيف مدير الخطوط الجويه الكويتيه اللبناني. من بومبي جاي، فتونا الجيب بعد ما حطينا له كثير من الحديد عشان يتمسكون فيه، فساروبا كان موجود وعنده هو اللي يعرف اللي هو الدليل ويعرف بالكشاف يعني، فيعرف المناطق. فودانا المنطقة هذه، المنطقة هذه صعبة جدا يعني، فيها مثل جذوع شجر ومغطت برمال لأن السافي يأتي هناك ويغطيها، فمن الصعب جدا أنك تطرد وراء الغزال هذا. وهذا النوع من الغزلان اللي ما يمشي مثلا قدام على أساس أنك تلحقه، يمشي قدام رأسا نط على اليمين، رأسا نط على اليسار، فيزعجك. احنا وراء هذا، ف الاخ اللبناني صديقنا يا اخي وقع الزلمه، قلت له لا ما وقع، احنا قاعد نركض ورا هذا، قلت له ما وقع، قال لي يا عمي وقع الزلمه، قلت له ما وقع، طخ. المهم طاح هذا، قلت له الحين وقع، قال لي يا عمي مش هذا ساروب وطاح معكم، وين الدليل؟ الدليل اهله الاهل ايه رجعنا انتم الفاعلين ورا الطريق ايه جدا يعني، ما لذلك ما فهمت عليه انا، فرجعنا واخذنا ساروب. على كل هذه احد القصص الطرائف. بالنسبه لقضيه صيد النمر وصيد الفهد وصيد الفيل، قبل ذلك يعني ايضا نتوقف قليلا، هل هذا دعاك لأنك أيضا تقرأ في طبيعة هذه الحيوانات، أخلاق هذه الحيوانات، مثل ما تفضلت قلت أنه هذه قفزاته أو نطاته إلى الجنب وليست بشكل مستقيم، يعني لابد أنك أردت أن تحيط بطبيعة هذه الحيوانات في حياته لتستطيع أنك أنت ترسم لاصطيادها، أم اكتسبتها بالمران؟ والله هي شيئين. خلنا أقول لك، أنا كان عندي في كتاب اسمه صيد في أدغال، في الأدغال يعني، لواحد اسمه إنجليزي جيم كوربت. جيم كوربت هذا أحد الضباط الذين هم تخلفوا، ما ذهبوا إلى بعد ترك الإنجليز للهند، بعد ترك الإنجليز وهو ضابط إنجليزي، وكانت تعتمد عليه الحكومة الهندية فيما لو انقلب أحد النمور إلى المان إيتر أو الفهود، لأن النمر هو عادة ما يهاجمك الإنسان إلا إذا شاف منك شيء، نوع من الروح العدوانية. لكن إذا أنت ماشي وهو ماشي ما يجيك يعني، إلا إذا كان جوعان أو شاف منك شيء يعني. وحتى لو كان جوعان، حسب ما قرأت أنا في كتاب جيم كوربت، ما يهاجمك عشان يأكلك، لأن في عنده مثلا الغزلان في عنده في بدائل كثيرة يعني. فقرأت أنا قسم من القصص اللي هو عملها جيم كوربت، فعلا أعطتني نوع من معلومات عن طباع الحيوانات هذه. لما أردت أني أنتقل من صيد الغزلان إلى النمر، وهو حيوان مفترس. المفترس. الواقع ما كنت متهيئ شخصيا. واحد من أصدقائي الهنود الله يرحمه توفى، قال لي أنا سمعت أنك بتروح الصيد بالنسبة للنمر. نمور. إيه. قلت له إيه. قال لي تعرف صيد النمر؟ قلت له لا والله.
شلون تروح؟ قلت له والله بروح. كان يقول ما يمكن اخليك. خلنا اقص عليك القصه وبعدين انت اجيب لك واحد متمرس بهذه العمليه وهو مهراجه صايد بس 99 نمر وفهد. نعم. في اللاين كلاب اسمه يعني. نعم نعم. ولكن سأنت قرر انت وياه لان تطلعون. فالمهم قال لي قصة واحد مع اثنين من اصدقائه طالعين عشان النمر. مكان يعني مثل مكان في الشجرة يسمونه المكان. فيربطون الخشب على اساس انك تركب فوق وتشوف انت الفريسة مع النمر لما يجي ياكلها. هذه راح نوري الصورة لانها موجودة في الكتاب. ايوه. نعم. فهذه هذا المكان هذا هو نفسه يحميك اول شيء. ثانيا انت تتحكم، بس المشكله ان ايضا في قاعده المكان هذه لها قاعده خاصه مو كل واحد يقدر عليها. لازم تقعد لما تنتظر النمر تقعد قاعده ما تتحرك منها ابدا، ساكنا تماما، ساكنا لا تكح، لا تتنسم نسم عالي، لا تلتفت، لا تتحرك، كأنك كتلة جامدة أبدا. لأن ما في أحذر من النمر. يقول على كل فكانوا أثنين فوق منتظرين النمر، فواحد منهم ما متعود على قضية أنه يشوف النمر، فقام يتحرك، اهتزت الخشبة المكان هذا، طاحوا اثنينهم، طاحوا وين؟ على الارض. على الارض. اغمي عليهم. اوف اوف. خوفا. خوفا من النمر الفقير هرب. شاف الفيل الكبير اللي نازل عليه. خاف منهم. لطيف. فهرب. بعد شوي هذول يسال واحد يسال الثاني، ها اكلك؟ ها لا اكلك؟ لا اكلك؟ قال لا. يقول خلاص نمشي. المهم انا ما خلاني اروح هذا الله يرحمه الا جاب لي هاريس تشندر، وعندكم الصوره ايضا المهراجة هذا. نعم. هذا استاذ رضا صدقني اذا قلت لك انا لو ما قال لي ان مهراجة يعني ملك منطقه وأن صايد 99 يعني من 95 أو 99 المهم بين نمر وفهد سجل قياسي يعني. إيه؟ لذلك اسمه باللاين كلوب يعني. ما صدقت رجل يعني يا الله يطلع صوته يا الله تسمع هذه كأن ما نسيم صغير. الله. نعم. رقيق جدا. رحت طبعا لما عرفني عليه عملت له دعوة كبيرة تليق بملك يعني مهراجة، فتوعدنا على أساس نطلع بعد فترة. فالمهم رحنا حجزنا الفي آي بي يسمونه الريست هاوس، لأن هو معاي وأنا كسفير، فطلب لنا الوزارة الخارجية يعطونا الفي آي بي. المهم رحنا هو مع الخادم ماله ومعه البندقية استراحة طبعا للمشاهد. أيوة. ومعه بندقيته ومعه جميع الأشياء مال الصيد حتى اللباس ماله. فقعدنا قال لي نتجول لما صار المساء نتجول نشوف الآثار نشوف إذا كان في مجال نمر. فأرسل أول شيء على مدير الغابة وجاء لعندنا قال له شو الموجود عندكم من الحيوانات؟ قال له في نمر في فهد في في في. كنت انا والله يرحمه مصطفى المرزوق وجاسم بودي والله يرحمه ايضا عبد الكريم الحمود عديلي لا لا عفوا زوج عديلي. فقعدنا احنا ننتظر لما يخلص محادثه المهرجة مع الدليلة. الدليلة فقال يلا نمشي. أخذنا معنا رحنا إلى منطقة النمر. نزل قال لي شوف هذه أثر مال النمر أمس مش مال اليوم، هذا أثر
مال النمر اليوم جاي من المنطقة هذه عشان يشرب. عجيب ويدرك الفرق ها؟ طبعاً في فترة زمنية. في طبيعي لأن أنت مال أمس قد يكون في ذاري قد يكون في ماي. مال اليوم يكون طري. طري نعم. فالمهم أخذنا هذه المعلومات قال اربطوا هنا اعملوا المكان في الشجرة هذه. عملنا. قال جيبوا عجلين. عجل مال النمر خليه هنا اربطه بالشجره هذه وعجل الانزه او خروف للفهد في المنطقه الفلانيه فربطنا رجعنا البيت ثاني يوم الصبح دزينا الخادم شاف العجل مقتول وشاف الخروف مقتول فمعنى ان في نمر تاكدتوا من وجود نمر في نمر وفي فهد زين الان كيف راح نسوي؟ طبعا قال لي اسمع انت اليوم انا وانت نقعد على المكان هذا وفهمك كيف تقعد كيف تلبس والى اخره المهم اخذت انا محاضره من اروع ما يكون يمكن ما احصلها في كتب يعني محاضره فعليه عمليه يعني قال لي الساعه بالخمسة المساء نبدا نروح هناك ونركب وانت الان في خلال نص ساعه قبل ظلم الوقت لك مطلق الحريه يعني بدون كلام بتتحرك الى ان تثبت محلك تثبت نفسك قلت له زين الان اعطني شيء بالنسبه لقضيه تحرك النمر كيف راح اضربه يعني من اي صوب راح يجي وكيف راح نضرب احنا بالمكان فوق جي. علمني شيء واحد اللي نساه هو ما قال لي نسى ان قضيه النمر لما يتحرك تضج الغابه كلها تضج ماذا تعني تضج بالنسبه للحيوانات الثانيه نعم. يعني تحسه يعني تحس واحد يصوت علشان يخبر جماعته بان النمر تحرك في المنطقه يعني كل فئه من الحيوانات أنا. ترسل مثل تقول اشارات للاخرين لجنسها أي. في وعي الكبير سامر اللي هو مثل ذاك اللي وراه ما قال لي عنه وصوته لان صوت الغزال احيانا يعني خفيف ما ياثر انما لما تحرك وحنا قاعدين فوق البندقيه بايدي محاول اني انا ما اتحرك لكن الشيء اللي كان تحتي بشكل غريب يعني الصوت حسيت ان قلبي وصل هني مش طالع بغير يطلع نعم طبعا فحتما طبعا اهتزت البندقيه بايدي قال لي سويت قال كان النمر يبي ياكل تحتنا صوت الوعل يحذر جماعته ترى الوعل بعيد شوي عنا الله وطلع الصوت وانا ارتبكت تماما قال هذه العفو غلطتي انا ما خبرتك قلت له انا اسف جدا بس هذا اللي حصل ما اقدر طبعا اسوي غير الشيء هذا اللي انا قلبي وصل انا اسوي المهم نزلنا قال لي انزل نروح قال شلون قلت له شلون انزل؟ النمر كان هني شلون انزل بالليل؟ الظلمه قال لي انزل راح ما راح ما يرجع المهم نزلنا الى اخذنا سيارتنا رحنا قعدنا الاخوان كان الله يرحمه مصطفى مرزوق وجاسم بدي وعبد الكريم قاعدين ينطرونا توني داخل اغسل واتحمم واذا اسمع صوت اللي سمعته هناك مره ثانيه جنبي في البيت معنى انه قريب من عندنا يا نمر يا فهد قال لي المهراجه اطلع لكن لا تضرب غزال لان نمر او الفهد جنبك هنا قلت له اوكي طلعت فعلا والجماعة كانوا موجودين معي أول نمر
او الفهد اللي صدته هو هذا. اطلقت عليه عقب ما اكل الغزال قاعد يلحس حالتي، فحط ساروب الدليل على الكهرباء الكشاف، فاعطاني مجال جيد اني اضربه على الكتف على القلب على الكتف الثاني. اطلقت عليه مر بالارض، بعد فتره قال لي الدليل ما ندش على الحين، لان الحين هذا هايج يقتلنا كلنا. قلت اوكي نرجع. رجعنا لفينا صدنا كم غزال صغار حق الوجبه، رجعنا عليه لقينا ميت شلنا. الحين المهراجه في البيت في الريست هاوس، لما رجعت قال لي ها، قلت لك انا لا تضرب غزلان وانا اسمع صوت الرصاص صوت الرصاص. قلت له ايش اسوي بعد؟ ما لقينا شيء. بتفاجئ. اي بفاجئ. الخادم ماله على اساس ينزلون الغزلان شاف ولا صاب شير، شير يعني نمر او فهد عنده. طالعني قال لي صحيح؟ قلت له والله صحيح. قال لي معقول انك تطلع اول مره والصيد نمر او فهد؟ قلت له نعم فهد. قال لي انا متربص حق النمر والفهد من اول حياتي بخمس سنوات، يلا قدرت اصيد واحد. للمره الاولى. للمره الاولى. وانت من اول مره تطلع الصيد؟ قلت له الحمد لله. فعلى كل هذه احدى القصص، والقصه الثانيه اللي انا اعتز فيها. ما ادري اذا كان في مجال. لا هذه القصه مهمه نسمعها في انه ننهي مدارنا هذا في موضوع الصيد. نعم. في مره سافرت من تركيا لما كنت انا سافر الى الهند. فرحت زرت وزير الداخليه مسعد شبان. رحب فيا واهلا وسهلا. قال لي اي شيء تبي نسوي لك؟ قلت له ابدا انا جاي للصيد. قال لي اي منطقه الصيد؟ قلت له المنطقه الفلانيه. قال لي راح الان اعطي اوامري لاثنين فيلة اليفه عشان يكون تحت تصرفكم، وبكره الساعه 2 الظهر يمشون من الساعه 8 بالليل صور الى بكره الساعه 2 يلا يوصلونكم. وفعلا الساعه 2 وشيء وصلوا لنا. فقبل لا يوصلونا كان مدير الغابه عندي في الريست هاوس. قال لي سعاده السفير ممكن اسالك سؤال؟ قلت تفضل. قال شنو نوع البنادق اللي عندك؟ قلت له عندي 458 وانشستر ماجنوم، عندي 350، عندي بعض البنادق الثانيه. قلت له اوكي. قال لي اوكي انف. قلت له شنو خير انف؟ قال لي في عندنا فيل مجنون. فيل مجنون؟ فيل مجنون وقتل نعم. جماعه كثيرين في القرية. اي لان هذا لما يجي يدش على القرية ويكسر طبعا اكواخهم ويدوس اولادهم والى اخره. فممكن؟ قلت له طبعا، بس انا اللي بعرف ان الفيل ممنوع، فاذا تكتب لي انت بخط ايدك اني انا اذا صدت اخذ الانياب مالته. فما عندي مانع. العاج الانياب. اي العاج والخرطوم والارجل. قال لي حاضر كتب لي. هذا الكلام الساعة 2 الظهر. بعد شوي قلت على اساس احنا تونا واصلين نبي نتغدى وننام. واذا طلعت الضجة وصلوا الفيلة الاثنين اللي دازهم وزير الداخلية. فقال لي مدير الغابة يعني اذا ممكن نطلع نشوف الجماعة وصلوا و نسلم عليهم نشوف فطلعنا نشوف الفيله نتعرف على الجماعه. فشفناهم سلمنا على الاشخاص اللي قادوهم وحق مصطفى اكرمهم اعطاهم شويه هدايا. فالحين تمنيت ان الفيله اللي عندنا ما في انياب يعني. نمنا الى الساعه 8 بالليل. طلعت انا الريست هاوس يعني بالحديقه مالت الريست هاوس، طالع ولا في فيل امامي. ناديت السايق قلت له شنو هذا الفيل؟ يعني في نهايه الحديقه يعني داخل البيت. قال لي هذا واحد من الفيل. قلت له لك الفيل ملوتنا اللي كنا الظهر شفناه ما عندهم انياب، شنو يقول على هذا الفيل المجنون؟ الفيل المجنون شو دخل عندنا بعد؟ هذه مشكله. اثر هو ذكر ذولا اناثي راح ضحيه الغرام. في حاله جذب بيولوجيه فعلا يعني.
ذكي ذكي الحيوان. نعم. فطبعا على ما صوتوا عليه الخدم وال مش يطردونه يطردوه وصار ضجيج يعني ونار تبون يشبون. فبعد شوي كان عيسى مسلم الله يذكره بالخير كان معي، قلت له عيسى يلا ساروبا كان موجود، ركبنا السيارة فأخذنا نفتش عليه من الساعة 8:30 تقريبا صباحا بالليل مساء مساء إلى الساعة 3 الصبح ما لقينا. وحنا في سفوح جبال هملايا برد وفي الربيع يعني شتاء تعبنا، قلت حق الجماعة رجعوا. رجعنا لما قربنا من ريس هاوس وإذا نشوف الفيل هذا يمشي أمامنا المجنون المجنون. قلت حق السائق وقف الآن نعمل خطة على أساس أنه لو تقدم لنا هو سريع لأن على ما نلف حنا راحت السيارة. فقلت لهم الأوامر كالآتي، إذا لف علينا وتقدم لنا وشرفع الأذنية والخرطوم ماله معنى هذا الهجوم علينا، إذا أراد يهجم كل واحد يقط نفسه من السيارة ويروح أي محل كان يختفي أي يختفي يعني يموت واحد ولا نموت كلنا لأنه هو بخرطوم يشيل السيارة كلها. أوكي هذه الأوامر هذه الأوامر. عيسى مسلم الحين البندقية بإيده قال لي تعال عمي أنا الموضوع هذا ما شعلات فيه لا فيه الم... شو أطقه وين أطقه وين أصوب وين أصوب يعني. قلت له شوف في محلين للفيل، أما هنا المنطقة هذه أو منطقة الأذون، بس هنا ما يعطيك مجال لأن لما يرفع خرطومه من الصعب جدا يتغطى إيه. لكن خلي إذا الله هداه وهو رايح ذاك الصوب أو رايح الصوب يعطينا واحد من أذنين، حط تكون ريدي أنت، حط الفشق في هذه البندقية، حطيت أنا البندقية خلاص ردي والله نزل خرطومه طلع مشى علينا ذاك الصوب. قلت له اوكي عيسى الان خلي يكون الهدف مالنا الاذن لان الاذن كبيره تركيز عليه التركيز عليه وخليها بالوسط عشان تكون تخترق للبرين العقل. ردي عيسى شوت راسا طلعت طلقتين في محل واحد تقريبا خر هذا عجيب يعني راحت إلى المخ مخ رأسا بس بعد شوي استجمع قوة شوي مرة ثانية وأخذ يطلع لك الزعيق بشكل غريب وقام يكسر الأشجار عجيب فيما تبقى فيما لديه تبقى من من قوة طبعا إلى أن مش حق السائق روح خلاص دخل الغابة الحين قام يمشي وينزل الدم ينزل الدم يعني قعدنا من الصبح قلت لهم اوكي اخذوا الفيل هذا وروحوا تتبعوا الدم وين يوصل تلقونه هناك تعالوا خبرونا على اساس نطلع نصور فيه. راحوا ورجعوا قالوا ما لقينا. قلت له معقوله اخر نقطه وصل؟ قال ما حد. قلت وين رحتوا؟ قال رحنا اليمين. قلت له روح الشمال تلقونا في حفره لانه هي العاده الفيل ينام بحفره يعني. راحوا لقوا بحفره فعلا فرجعوا لي قال احنا لقيناه يلا. فاخذت انا عد الصور له مع الموجوده اللي سنعرضها. نعم نعم. فانا سعيد جدا اني حققت هذه الامنيه بالنسبه لي وحققت رغبه الاهالي اللي هم فعلا شعروا بالسعاده. استاذ رضا انا شعرت بنوع من الفخر اني انا اقلها المعاناة هذه راحت عنهم انقذتهم من محنة انقذتهم يعني. من محنة ومن قتل. لما قالوا اني قالوا له بلغوهم ان السفير بيمشي اهل القرى كلهم اصفين منا صف منا صف منا امتنانا وشكرا.
ويسلمون عليه. الحظي انه باس ايدي. يعني الحديث شيق في هذا المجال ويطول. قبل ان حقيقه ايضا نطرح يعني السؤال الاخير المتشابك لانهاء هذا الحوار الشيق، ايضا بشكل مركز، ما الفائده من تجربه الصيد التي مارستها والتجارب اللي مرت فيها انعكست عليك وعلى شخصيتك؟ لا ابدا، ما 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 اثرت معي التاثير. انا الحياه الدبلوماسيه اثرت علي تماما، وقد يكون غيرت شيء. يعني العنف مال اللي انا مارسته بالغالب بالنسبه للحيوانات هو دفاع عن النفس. لم يتمكن من نفسي واني ابقى عنيفا في تعاملي مع الاخرين. صحيح اني انا واجهت نمر وقتلت نمر هذا الموجود معه، وقتلت فيل وقتلت فهد وكثير من الحيوانات البريه، لكن هذه لم تترك اي اثر بنفسي من ناحيه العنف. لا شك أنت أيضا تمتلك روح الشاعر الشفاف والإنسان الرقيق، يعني ذي نزعة الحنان والإبداع، وبالتالي التواصل أيضا مع الطبيعة والجمال والحيوان والإنسان والكائنات هو التواصل الكوني الحميم. يعني فنفهم من ذلك أن هي مجرد هواية لإشباع يعني رغبة معينة في مرحلة معينة. ويمكن إذا تسمح لي قبل النهاية، يعني هذه كلمة الهواية، لما ألقيت المحاضرة مالتي في رابط الأدباء بالنسبة لقضية الصيد، طلعت واحدة من الخوات الصحفيات ورفعت إيدها وقالت لي ممكن سؤال؟ قلت تفضل. قالت حنا نقرأ لك شعرك الرقيق الجميل العاطفي الرومانسي الكلام هذا، فكيف تقدر تقتل غزال يعني؟ ما هذا التناقض؟ تقتل نمر؟ شو التناقض هذا؟ هذه القسوة. يعني السؤال جيد. نعم نعم. لأن هي محتارة شلون هذا الإنسان الرقيق اللي يكتب هذه الكلمات الحلوة يروح يحمل بندقية يقتل غزال يعني؟ غزال أيضا رقيق. طبعًا. أو يقتل نمر أو اللي هو. قلت لها يا بنتي شوف، أنا ما دمت ارتضيت أن أتخذ الصيد كهواية يجب علي أن أرتقي إلى مستويات العليا. أرتقي إلى مستوى هذه الدرجة، هذه الهواية تجربة. فعندما أكون أنا في الغابة ويأتيني نمر، لما أقول له بيت من الشعر الرقيق يعني تفكري وهو جاي بياكلني بيقول إيه أوكي أنت شاعر مع السلامة. فإذا لازم أدافع عن نفسي، أنسى قضية الشعر والرومانسية وأدافع عن نفسي لأنقذ نفسي، لأن هذا لا يعرف الشعر الرومانسية. وهي يعني في المحصلة نهاية تجربة، وما أكثر التجارب التي يمر بها الإنسان في رحلة الحياة اللي تقود دائما للأكثر وعيا وأكثر نضجا وأكثر سموا. يعني شخصيته كإنسان شفاف ومحب، وعلى فكرة إنسان مقبل على الحياة، يعرف كيف يتذوق الحياة، يجيد فن الحياة، ولذلك يعني لما نكون معاه نحس أنه أحد الشباب، يعني الله يعطي طولة العمر فما نحس بفارق السن. فهذا انعكس على شعره، فهو يعني رومانسي في مجمل ما يكتب من شعر، إما يصف الطبيعة وإما يتغزل، واتخذ اللون التقليدي الكلاسيكي في الشعر، ولا وجهة نظر في الشعر الحديث، الشعر المبهم خاصة الذي يطلقون عليه شعر الحداثة أو ما بعد الحداثة، ولا وقفات مع هذا اللون من الشعر، لأنه معجب ومنتمي للون الكلاسيكي التقليدي. فهو يكتب وفق الشعر العمودي، وأغراض الشعر عنده تتحدد غالبا في وصف الطبيعة والغزل، ولم يكتب في الشعر الحديث، ويهاجم الموجة الجديدة التي تنحو نحو الإغراق في الإبهام في الشعر الحديث، ولا الكثير من الكتابات
الآراء التي قالها في الندوات في هذا الخصوص. بداية علاقتي في يعقوب رشيد كان ذلك في سنة 1974، وحدث أن في جلسة اختلفنا في وجهة النظر على موضوع ما، فكنت أنا الحقيقة امرأة شرسة في الدفاع عن وجهة نظري، ما كنت بعد أعرف يعقوب بحيث أقدر أتعامل مع هذه الشخصية بلطف وبذوق. اللي فاجأني أنه رغم هالشراسة ورغم الحدة اللي كانت عندي، أنه هذا الإنسان تقبل هذه الشراسة بمنتهى الهدوء، تقبل كل ثورتي بمحبة وبرقة، ويعني وحسيت كأنه ينظر لي أيضا بنوع من الشفقة أني أنا محتدة على أمر هو لا يستدعي ذلك. ثم تعدلت الأمور ما بيننا وغبنا أيضا طويلا، ما كنا نلتقي أنا ويعقوب رشيد كثيرا في ملتقيات خاصة يعني عامة بين الناس، في رابطة الأدباء قليل. بدأت العلاقة الحقيقية مع الأستاذ يعقوب رشيد سنة 1993 عندما تولينا أنا وهو منصب في الإدارة، إدارة رابطة الأدباء الهيئة الإدارية، وأصبحنا زميلين ومن ثم أصبحنا صديقين. يعني زاملت الأستاذ يعقوب في كثير من المواقف التي تظهر مدى حبه لهذا الوطن وإخلاصه لقضايا الأمة، وكنا في مهمات خارج الكويت لهذا الغرض، وكان خير سفير فعلا لقضية الكويت أثناء النقاشات والمداولات التي تمت خلال هذه الرحلات. ونعرف ما أيضا ما كتب من مقالات في تلك الفترة والقصائد الوطنية التي ألقاها سواء في الكويت أو خارج الكويت، ولا يتخلف يعني على فكرة يعني أكبر عضوين في الرابطة محل تقدير وإجلال هو الأستاذ أحمد السقاف والأستاذ يعقوب رشيد. ومع ذلك لا نطلب من هذين الأديبين المشاركة في أي مناسبة إلا ونجد لديهم سرعة المبادرة والقبول. وتأتينا طبعا في الرابطة طلبات للمشاركة سواء في المدارس، يطلبون شعراء ويطلبون أدباء المشاركة في الندوات. الأستاذ يعقوب رشيد من الناس اللي لا يعني لا نتعب ولا نغلب معهم، يعني فسريع الاستجابة للمشاركة. ومعظم هذه الأمسيات التي تقام خاصة في المدارس تتطلب إلقاء قصائد وطنية، فكانت مشاركاته ومساهماته كثيرة في هذا الخصوص، وأيضا لمواقف وطنية عديدة من خلال عضوية مجلس الإدارة، ولمواقف صلبة عندما نناقش مثل هذه القضايا التي تهم الكويت وتهم الأمة العربية داخل مجلس إدارة الرابطة. هو صحيح إنسان يعني رشيق ولطيف وذرب مثل ما نقول، لكن مواقفه صلبة أيضا وقوية عندما تتعلق بالوطن وتتعلق بالأمة وبالمبادئ. الأخ العزيز يعقوب رشيد هو طبعا مربي، وهو أيضا أديب، وهو أيضا شاعر، وهو كذلك دبلوماسي حيث أنه كان سفيرا للكويت في عدة مراكز وعدة بلدان. طبعا لن أتحدث عن الأخ يعقوب عن هذه الجوانب التي ذكرتها الآن، لأنها معروفة لدى كل إنسان، وسمعة الأخ يعقوب أيضا بالكويت وخارج الكويت، نعم، بأدبه وشعره معروفة لدى الجميع. ولكنني سأتحدث عن نقطة مهمة في حياتي أنا معه، في تجربة خاصة مرت علي مع الأخ يعقوب. في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات
كان أخي يعقوب في الهند يدرس أبناء الجالية الكويتية مع بعض زملائه من المربين الأفاضل. بعد عودته من الهند سمعت أنه رجع إلى الكويت، يعني في الخمسينات، في أوائل الخمسينيات، فرحت أسلم عليه. أنا ساكن شرق عند المتحف بيت دكسن سابقا، وساكن بالصالحية أعتقد جبلة يعني، فأنا بشرق. وفي ذلك الوقت كان يتراءى لنا أن المسافة بعيدة لأن سكك ضيقة ومتنافرة. نعم، الآن أصبحت قريبة، الواحد يمشيها في دقائق، ولكن في ذلك الوقت لا. لما زرته أول زيارة أسلم عليه وأهنئه بالعودة، لاحظت أن في المجلس حشد كبير من المثقفين وأكثرهم من المدرسين، لأن المدرس في ذلك الوقت كان هو يمثل الطبقة المثقفة في الكويت. استهوتني الجلسة الأولى، رأيت يعني الأخوة يخوضون في الثقافة وفي الأدب، نعم، وفي ذلك الوقت وكل منهم يقرأ الصحف، مثلا الرسالة، الثقافة، مجلة العرفان في لبنان، مجلة الأديب في لبنان، كل واحد يقرأ. فطبعا لما استهوتني الزيارة عاودت عاد الزيارة لأجل الاستفادة من ذلك المجلس. فمثل ما قلت كان الإخوان يتحدثون عن الأدب هنا وهناك، نعم، شعر ونثر وتاريخ واجتماع وفلسفة إلى آخر. فأخذت أكرر الزيارة، كان الإخوان يتحدثون في مواضيع شتى كثيرة، وكان نجم الجلسة، خلنا نقول الجلسة أو المنتدى أو الندوة، كان نجم تلك الندوة المرحوم عبد المحسن الحمود. عبد المحسن الحمود رزقه الله حافظة ذكية، ذاكرة قوية جدا، يحفظ الشعر ويقرأ القصيدة مهما طالت. يعقوب رشيد يتميز بأنه يعني شاعر غزل، نستطيع أن نقول، لأنه يميل في معظم شعره إلى الغزل، وهو يسميه الحب أيضا، لكن في الواقع هو يركز على الغزل بالذات، لأن الحب يعني معنى كبير جدا وواسع، ولكنه اختاره هو زاوية الغزل، وهي زاوية نعرف أن التراث العربي أن الغزل كان يعني من الأغراض الأثيرة في النفس العربية. حتى من قتيبة في مقدمتي عندما كان يتحدث عن بناء القصيدة كان يقول أن الشعر يبدأ بالغزل حتى يرغب المتلقي ويستميله إلى أغراض القصيدة الأخرى. فالغزل من الموضوعات الجميلة والأثيرة ولها صلة بالنفس قوية كما ذكر القدماء. يعقوب رشيد دخل إلى هذا الباب، لكنه كان أيضا يفلسف دخوله، لأنه كان يرى أن هذا الزمن زمن صعب، وزمن أصبحت فيه الهموم كثيرة، ولذلك رأى أن باب الغزل هذا ربما يعني يخفف من وطأة هذا الضغط على النفس، فولجأ إلى هذا. وهو يذكر هذا في يعني مقدمة ديوانه دروب العمر، يعني أنا لو أردت أن أقول، يقول إلى هؤلاء جميعا بالتحديد، يقول: أقدم هذه الثمار علها تسهم في زحزحة بعض آلامنا الممضة. فهو يذكر هذا في الواقع: كي يورق الحب المعطاء على أديم هذه الحياة فتزهر دروبنا تحت أقدامنا. هو يوطئ لهذا في مقدمة ديوانه دروب العمر. أحب أشير هنا أنه الأستاذ يعقوب رشيد تميز شعره، رغم أن شعره هو كلاسيكي وهو يعتز بهذه الكلاسيكية ويصر عليها، ويمكن من الناس اللي مو يرفضون الحديث ولكن يقفون عند موقف المتأني في إعطاء الرأي أو الاهتمام بهذا الجانب. لا يعجب كثير من الشعر الحداثي،
أحيانا ينقم عليه وأحيانا يتأمل فيه. شعر يعقوب ظل شاعر غزل رغم أنه كتب في الوطنيات وأبدع في هذا الجانب وعنده قصائد جميلة جدا تستحق أن تغنى، لكن في الجانب الغزلي أبدع يعقوب وكتب بطريقة منفتحة جدا وواضحة وصريحة. هو عاشق للمرأة. أنا أرجع هذا السبب بعد أن تعرفت على أسرته، أرجع هذا السبب لدور الزوجة في هذا الجانب. احنا نجد كثير من شعرائنا أو من كتابنا يتحذرون في الكتابة في الحب، أو يتحذرون من كتابة مشهد مثلا في قصة أو حوار نتيجة خوفهم أو مراعاتهم لزوجة ترفض هذا الوضوح وهذه الصراحة. كانت رحمة الله عليها أم العز من الناس، من الزوجات الدافعات لزوجها أن يمارس حياته بشكل طبيعي كشاعر. تشعر أنها امرأة تحس بأنه من حق الشاعر أن يحب، من حق الشاعر أن يتأمل الجمال، من حق الشاعر أن يعجب بهذا الجمال، من حق الشاعر أن يعبر بقصيدة عن هذا الجمال. هناك أمر أيضا بالنسبة للأستاذ يعقوب رشيد في الغزل، وهو أن الغزل سيطرته عليه لم تجعله يعني يمضي بسرعة إلى الموضوعات الأخرى، لأن الشعر يعني أو الشاعر يعبر في الواقع عن كل ما يمر به وما يراه طبعا وما يعرض له من هموم طبعا على مستوى الوطن، على مستوى يعني على المستوى القومي، على المستوى الوطني إلى آخره. يعقوب رشيد يعني ميله إلى الغزل جعل الآخرين لا يرون في شعره إلا الغزل، في الواقع لا يرون إلا الغزل، حتى أنه وإن حاول جاهدا أن يخرج من هذا الغرض إلى أغراض أخرى فإن الغزل يجذبه أيضا. ومن ثم نجد قوله في القصيدة، وأريد أن أقرأ لكي نتبين هذا عن قرب، يعني يقول: أيا حزن لا تجزع فقلبي تركته، كما شئت في دنيا جراحك ملعبا، فعش هانئا واحمد بقاءك عنده، فما كنت يوما عند غيري محببا، تقض ليالي الحب بالسهم إنه على صلف الأيام يبقى مخضبا، فخلي بنات الحلم تلعب بالجنى وترقص ما بين الخمائل والربا، أضمك لا شوقا إليك ومن ترى يضم إلى جنبيه بالشوق عقربا، ولكنني أخشى على كل عاشق تعد له في الدرب سهما مجربا. انظر إلى البيت الأخير هنا، يقول: ولكنني أخشى على كل عاشق، ليس أي إنسان وإنما على العشاق. إذن هو يعود إلى العشق إذن من باب هو ربما لا يدري عنه، لأن هناك شيء خبير القول الشعر في الواقع هي نزعة يعني لم يستطع حتى الآن، يعني على رغم مرور التجارب التحليلية النفسية وغيرها في تحليل كيف يقال الشعر وكيف تتم تجربة الشعر، يظل الأمر ما زال سرا. ويبدو أن الغزل وارتباطه بنفس يعقوب رشيد هذه النزعة القوية في نفسه لم تجعله يخرج أو قادرا على الخروج من هذه الدائرة، دائرة الغزل. ولو أن الشاعر، وأنا هنا يعني أطرح الرؤية، أن لو استطاع أن يوسع إما من دائرة الغزل أو من دائرة المضامين الأخرى فإنه لا شك يعني قادر أن يبدع، لأن رقته يعني تشفع له بذلك. الأستاذ يعقوب عبد العزيز رشيد يعتبر من الرواد الذين ساهموا في الحركة الثقافية والأدبية في البلاد، خاصة من بداية الخمسينات. الأستاذ يعقوب لا شك هو تفتحت عيناه على بيت علم والده هو الشيخ عبد العزيز، وعبد العزيز رشيد، وعبد العزيز رشيد هو من الذين يعتبر رمز ومن رواسخ المعطيات الثقافية في البلاد. أيضا بعد التحرير كان من نشطاء في الدول العربية كشاعر وككاتب، لا اتصالاته في الأدباء ولا علاقة وثيقة مع أبو ريشة، عمر أبو ريشة،
ويقول أيضا هو تأثر أولا بفهد العسكر وثانيا بعمر أبو ريشة. وفعلا الفترة هذه يعني شعره صار له طابع آخر، طابع عربي وقومي، بالإضافة إلى وطنيته، بالإضافة إلى يعني شعره المميز وشعره غنائي ورقيق، كلمات التي يختارها أيضا فيها من رقته ومن هدوءه ومن دبلوماسيته. فيعقوب يعني متعدد العطاءات يعني، وطبعا هو شاعر أكثر منا في المجالات الأخرى. وكما قلت لك يعني الجوانب أو القنوات التي تحرك فيها متعددة، فلا زال هو يعطي من شعره ومن ثقافته.